إلى أحمد البوديري مرة أخرى من الحدود الشرقية لغزة. كنت تتحدث منذ قليل أحمد عن الحرب النفسية ما بين الطرفين، ما بين أساليب بدائية يستخدمها الفلسطينيين من خلال الطائرات الورقية المعلق بها مولتوف، والجانب الآخر تحذيرات ربما ورقية لإرهاب الفلسطينيين المشاركة في هذه الجمعة. تفضل. هذه حرب نفسية، هذا من الواضح بأن هنالك الطرفان يلعبان هذه اللعبة النفسية. الجانب الفلسطيني يستخدم هذه الطائرة الورقية، الجانب الإسرائيلي يستخدم أيضا تلك المنشورات. ولكن كان لافتا ما حدث بالأمس عندما تم نشر صور لقناصة تابعة للحركة الجهادي الإسلامي من قطاع غزة، وهم يصورون أحد كبار الضباط الإسرائيليين، يتحدث عن يوآف مردخاي منسق العمليات في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، جنرال كبير رتبة عسكرية عالية. مجرد تصوير يوآف مردخاي بلا شك ترك الأثر البالغ عند الحكومة الاحتلال. اليوم كان هنالك تصريحات لوزير ما يسمى بالاستخبارات إسرائيل كاتس، الذي قال بأن هذه هي عبور للخط الأحمر من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وقال بأن أي استهداف لأي من كبار الضباط الإسرائيليين عبر الحدود باستخدام القناصة سوف يؤدي إلى عودة إلى عمليات الاغتيال السياسي تحديدا لقادة حركة حماس في داخل قطاع غزة. كما نشهد في الأسبوع الماضي كان هنالك أيضا قيادة حماس التي جاءت إلى منطقة الأسلاك الشائكة في إسرائيل. هنالك اليوم زيارة لليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي الذي أيضا جاء إلى الأسلاك الشائكة. لماذا؟ لأن هنالك حاجة عند الطرفين لرفع معنويات، سواء جنود الاحتلال في هذا الجانب أو المتظاهرين السلميين في الجانب الآخر. ولكن السؤال كم بالحري من هذه القيادات السياسية على الجانبين عموما بأنها استطاعت إقناع مجتمعاتها بأن هنالك مستقبل أفضل أو مستقبل مشرق، تحديدا وأن الجانب الإسرائيلي يرى بأن التوترات ما تزال مستمرة والجانب الفلسطيني لا يرى أي أمل أو أي أفق بموضوع الحالة السياسية الإسرائيلية. هذا من جانب. من جانب آخر هنا على الحدود رغم كل الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية إلا أنها كلها عبارة عن شكلية، لا يوجد هنالك تهديد أمني حقيقي لكل الأسلاك الشائكة منذ يوم الأرض ولغاية الآن. لماذا؟ لأن الجانب الفلسطيني لا يستخدم صواريخ ولا دبابات ولا يستخدم أي من، حتى القناصة التي تم تصويرهم لم يتم إطلاق رصاصة واحدة. هذا كما تحدثنا خلال الأسابيع الماضية محرج دبلوماسيا للجانب الإسرائيلي. عندما تحدث أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المسؤول عن البعد الإنساني ويقول بأنه لا يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار بإطلاق النيران على أولئك المتظاهرين السلميين، اليوم كان هنالك شهيد، ولكن نتذكر بأنه في 30 من الشهر الماضي يوم الأرض كنا نتحدث عن أعداد كبيرة من المصابين وصلت إلى 3000 إصابة. السبب في ذلك بأن إسرائيل تعلمت سريعا بأنه لا يمكن لها الاستمرار بإطلاق النار لأن قواعد الاشتباك هنا مختلفة، هي لا تتعامل مع فصائل مسلحة، هي تتعامل مع مدنيين. وهذا المشهد بالصعب بمكان للجانب الإسرائيلي المدجج بالسلاح بطبيعة الحال أن يعرف كيف يتعامل معه. الجانب الثالث هو الجانب الذي يقول وماذا بعد؟ هل الأعداد الموجودة الآن في قطاع غزة كبيرة مقارنة بالأعداد التي كانت في يوم الأرض؟ الجواب لا، ليست الأعداد بتلك الكبيرة مقارنة بيوم الأرض، ولكن الجميع يعلم بأن 15 من مايو أيار هو يوم الذروة، هو اليوم الذي سوف يكون في ذكرى النكبة الفلسطينية قبل شهر رمضان، وهذه نقطة أساسية جدا. الجميع يعلم بأنه لا يمكن إقامة مثل هذه المسيرات في شهر رمضان الذي سوف يكون تحديدا بعد 15 من مايو أيار، وبالتالي هذا اليوم هو يوم أساسي، يوم مركزي للفلسطينيين للمضي قدما. السياسة الإسرائيلية تقول بأنه لا يجب على الجانب الإسرائيلي افتعال الأزمة وبالتالي توفير أي فرصة لاشتعال المنطقة تحديدا، وأن الجانب الإسرائيلي الآن لا يكترف كثيرا أمنيا لقطاع غزة بقدر تفكيره في موضوع إيراني وموضوع السوري وموضوع الجبهة الشمالية، وهو لا يريد أن يكون هنالك جبهتين، واحدة في الجنوبية وواحدة في الشمالية. أخيرا، استخدام الغاز المسيل للدموع لم يفلح، استخدام أيضا النفافات الهوائية لم يفلح، التصوير الذي قام به الجانب الإسرائيلي لم يفلح. الشيء الوحيد الذي بقي للجانب الإسرائيلي أن يفعله إما أن يطلق النيران ويقتل الناس وبالتالي إرهابهم، وهذا له تبعات دبلوماسية وطبعا في مجلس الأمن يمكن الدعوة إلى إلى اجتماع عاجل، أو أن يكون هنالك إنزال هذه المنشورات. طيب ابقى معنا حتى نعطي الفرصة لبقية المناطق ربما لتغطيتها وتغطية الأحداث فيها في هذه الجمعة، جمعة الأسرى.